بهذه المنتجات المتنوعة المصنوعة من سعف النخيل تشارك خجت في الفضاء الخاص بعرض الصناعة التقليدية والحرف بأطار الذي شكل فرصة لها لعرض مختلف منتجاتها التقليدية وخاصة هذه الصناعة. عدل هذه خياطة نزيز السعف من عدل هذا نزيز السعف من زعاف النخل وشين قالوا السيوف هذاك الحملات اللي بقى حد يدير فيهم يدار فيهم مبورو ويندار فيهم مقاتو واللي بقى حد يدار فيهم التمر واللي يدار فيهم الفروي بعض يملا حد من الفروي يديروا فيه. أما هنا فتنهمك فاطمة في تنظيم وترتيب منتجاتها التي تشمل مختلف أنواع الزينة التقليدية التي يستخدمها النساء وتحظى بشعبية كبيرة لديهم. نشتغل فيها نعدل الزعفرة إذا أكل نعدل هذا الخرز ندخلوا تدخال زين زينة العلايات ندخلوا نشري بفضتي وندخلوا ياتر منه نعدلوا أنا مالي نصنعوا وتجيه الناس وتسيهم ذالي في التقليدية. أنا ليش مارس الصناعة التقليدية والله إلا عندي باقي من جلودي غير لا شريت مالية اللي صانعتهم أنا الصانعة رأي ذوك الطبيقات وذوك الطبق اللي معاهم وذاك الشغلة وهاي الشغلة اللي على الطوابع. تعكس هذه المنتجات التقليدية المتنوعة قدرة هؤلاء النسوة على الإبداع والتميز والإنتاج رغم التحديات التي تواجهن في هذا المجال. الحسن دباب، قناة الموريتانية، مدينة أطار. ونبقى في مدينة أطار، ينضم إلينا من هناك مراسلنا الحسن دباب. مساء الخير الحسن. مساء نور مناتا. كيف كان إقبال الزوار مدينة أطار على هذا المعرض؟ مناتا، طبعا هذا المعرض ينظم تزامنا مع الموسم السياحي الحالي الذي تشهده ولاية أدرار. طبعا يتم تنظيمه بالتعاون مع تنظم وزارة الصناعة التجارة والصناعة التقليدية بالتعاون مع وزارة الثقافة وكذلك الاتحادية الوطنية للصناعة التقليدية. هذا المعرض يضم الكثير من المنتجات التقليدية والمحلية التي يتم صنعها محليا هنا على مستوى ولاية أدرار، ويوفر فرص عمل وفرص عمل للكثير من العاملين في هذا المجال وخاصة النسوة العاملات في مجال الصناعة التقليدية، حيث يوفر لهم مردودا ماديا لا بأس به نظرا ل الزوار السياح الذين يأتون لهذا المعرض ويقتنون مقتنيات تقليدية تعكس تنوع وثراء التراث المحلي لهذه الولاية ولبلادنا بشكل عام. طبعا الإقبال بالنسبة على هذا المعرض هو يتفاوت نوعا ما، في بعض الأيام يشهد إقبالا معتبرا ومزدحما من قبل السياح خاصة ومن أيضا الراغبين في اقتناء الحاجيات التقليدية الثمينة، ويسهم نوعا ما في تنشيط الحركة التجارية والسياحية على مستوى الولاية، هذا إضافة إلى أنه يساهم إلى حد كبير في توفير فرص العمل للعاملين في مجاله وكذلك في الحفاظ على التراث وعلى ما تسخر به هذه الولاية من مختلف المنتجات التراثية. إذن شكرا لك مراسل الموريتانية في مدينة أطار حسن دباب، شكرا لك. إلى ولاية غرغلة حيث تعرف